هذه خلود، وهذه الفتاة التي تعاني مشكلة مع اختيار وجبة المقبلات هي دانا. خلود قد اختارت الحمص منذ 5 دقائق بعد قراءتها قائمة الطعام المطبوعة بخط البريل. سمعت إنه الموفي فلايت بلان أو بلان أوف فلايت صار بالسينما، شفتيه؟ قصدي سمعتيه؟ للحين ما شفته. خلود، العصير على الطاولة شفتيه؟ قصدي لمستيه؟ مو لازم تستخدمين كلمات خاصة لما تتكلمين معي، ترى أنا أفهم بنفس الطريقة. سوري، هيك كتير أحسن. لا تحاتين، أنا متعودة على هالشيء. وين الويتر؟ توا مر من عندنا وراح هناك، ما شفتي؟ أنا حتماً قادرة.